شيخ هيثم، بعض الكفار إذا مات تحس أن بعض المسلمين عقيدتهم تموت مع الكافر، يترحمون عليه، واللي يعتمر عنه واللي يتصدق عنه الله واللي المستعان. الآن الدعاء عادة أو عبادة؟ عبادة. عبادة. طيب العبادة ما تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غير مقبولة؟ كيف نخالف؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار؟ ترحم على عمه أبي طالب؟ لابد أن نعرف أن الدعاء عبادة. عندما تدعو الإنسان بالرحمة بالمغفرة، عرفت، هذه عبادة، فعبادة ما تقبل. هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عليهم؟ كيف تترحم على إنسان هو يسب الرب؟ إيه نعم، لأن الشرك هو أعظم مسبة لله سبحانه وتعالى. ونحن إخواننا لازم ننصح للكفار، أنت ما تترك الكافر حتى يموت وتغرر بالناس أيضا، يعني الكافر هذا قبل يموت لابد ننقذه من النار، ننصحه، نقول ترى إذا مت ما نترحم عليك ولا نصلي عليك، نعم، ومخلد خلود أبدي في النار، ننصح له هذا. ثم ما نغرر بالناس الآخرين إذا مات كافر نترحم عليه، لا، ما يمكن نقول هذا مات على الكافر ونحن نحكم على الظاهر. كل من مات على الكفر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. ما نغرر بالآخرين، نقول اتقوا الله لا تكونوا مثل هذا، يعني هذا الهالك هلك الآن. صحيح. فعندنا يعني الآن فيه الله المستعان يعني مغالطات، وقلب يعني للأشياء ثوابت كانت عندنا، الآن بعض الناس بدأ يغيرها، نسأل الله العافية والسلام. الله المستعان، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية يا رب. آمين آمين، جزاك الله.